جدد الحرس الثوري الإيراني قصفهم مواقع في إقليم كردستان العراق بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للإقليم وتشديده على ضرورة احترام سيادة العراق. وكالة تسنيم الإيرانية أفادت أن الحرس الثوري نفذ ضربات بست طائرات مسيرة إضافة إلى هجمات صاروخية ومدفعية على مواقع في جبال هالكورد شمالي محافظة أربيل. جبهة جديدة فتحت مع استئناف الحرس الثوري الإيراني قصف مناطق في إقليم كردستان العراق. هذه المرة وسعت القوات الإيرانية نطاق انتهاكها للحدود وعبرت نقاط قوات البشميركة. التأكيد جاء على لسان مسؤول عسكري من قوات البشميركة بتوغل قوات برية إيرانية ضمن مناطق مأهولة في سدكان شمالي إربيل. التوغل البري زمنه سقوط قذائف على قرى وادي زرزي وتحليق طائرات مسيرة داخل الأجواء العراقية. هذا التصعيد يأتي بعد يوم واحد من تجدد القصف المدفعي الإيراني على مناطق شمالية إربيل لم يسفر عن خسائر بشرية بل مادية في جلها. من الجانب الإيراني وسائل إعلام محلية أوردت أن القصف يستهدف مقرات للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض وأحزاب كردية انفصالية أخرى. استخدمت فيه ست طائرات مسيرة من نوع مهاجر بالإضافة إلى هجمات صاروخية ومدفعية على مواقع في جبال هالكورد شمال شرقي إربيل وكذلك في مناطق سيدكان وهالغوري وبربزين شمالي الإقليم. تجدد القصف الذي أشعل فتيله منذ نحو أسبوع مخلفا حتى الآن عديد القتلى وعشرات الجرحى ونزوح العديد هربا وخوفا ينذر بتواصل حالة اللاهدوء بالحدود العراقية الإيرانية خصوصا مع تزامن القصف التركي أيضا حيث شنت طائرة تركية مسيرة ضربة على مركبة تستقلها مجموعة من حزب العمال الكردستاني ما أسفر عن خسائر بشرية في محافظة سليمانية شمال شرقي البلاد. ضربات من عدة مناطق وجبهات تأتي بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإقليم كردستان وبحثه مع المسؤولين في إربيل الهجمات الإيرانية مؤكدا سيادة العراق. على ما يبدو توصية الكاظمي لم تثني إصرار القوات الإيرانية على الضرب مجددا في انتظار الرد العراقي. من أربيل معنا مراسلنا غسان خضر ومن طهران مراسلنا ياسر مسعود. دعونا أولا نبدأ بمعرفة المزيد من المعلومات والتطورات عما يجري في الأرض في أربيل. أسبوع من قصف مستمر غسان، كيف يبدو بنك الأهداف الإيراني وما الذي يصاحبه من تطورات سياسية وميدانية؟ أمال، يعني هذا القصف كان متوقعا من الأساس لأن الحرس الثوري الإيراني قال صراحة بأنه سوف يواصل قصفه على مواقع للمعارضة لأحزاب المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان، وإقليم كردستان أصلا أبدى تخوفه من أن تستمر أو أن يستمر هذا القصف. واليوم كان هناك رسالة من مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنان بلاسخارت وقدمت شرحا مفصلا أمام مجلس الأمن وتحدثت عن موضوع القصف الإيراني على مواقع في إقليم كردستان وأيضا لكنها ربطته بالقصف التركي وقالت بأن القصف الإيراني والقصف التركي على مواقع في إقليم كردستان هي أفعال طائشة، هكذا سمته أفعال طائشة. لكن الغريب أن إقليم كردستان يصنف حزب العمال بأنه يعني هي منظمة أيضا هو يعاديها، لكن الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة في إقليم كردستان هي أحزاب يعني موجودة تمارس نشاطها المدني على الأقل. عمليا بنك الأهداف أمال كما أشرتي مواقع ولكنها مواقع حدودية بعيدة نسبيا 170 كيلومتر شمال شرق أربيل في الجبال، منطقة جبلية بين عراقية إيرانية، لم توقع أي خسائر لكن هو القصف مستمر لليوم الثامن على التوالي وهو يعني الأعنف منذ بدأت القوات الإيرانية قصفها على إقليم كردستان. خيارات إقليم كردستان حتى الآن هي فقط التنديد وهي تطالب الحكومة الاتحادية العراقية أن تلعب دورا في ذلك، لكن على ما يبدو أن الموقف العراقي لا زال حتى الآن موقفا خجولا اقتصر على استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج. حتى الآن يعني ما الذي سوف يعني ما هي الخطوة المقبلة، ما هو خيار إقليم كردستان المقبل هو غير معروف، لكن هناك نوع من التطمين أن تحمل مبعوثة الأمم المتحدة في العراق تحمل رسالة إلى مجلس الأمن وتقول بأن القصف الإيراني مرفوض وتطالب بوضع حد لذلك. ربما هذه إشارة أو بادرة على أن الموضوع دوليا
يعني هناك خطوات قد تتخذ دوليا بهذا الشأن. دعنا نتعرف على الرواية الرسمية أو الرد الإيراني في هذا الخصوص من طهران. ياسر مسعود، هل هناك رواية رسمية يقدمها الحرس الثوري يوضح فيها على الأقل السقف الزمني لهذه العمليات، ولماذا يستمر فيها على الرغم من تصريحات الكاظمي والدعوات لأن تتوقف؟ أمل، ما تحدث به قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني باكبور قبل أيام، أو يمكن القول مع انطلاق هذه العمليات وإثارة من هذا الملف تحديدا، من أن هذه العمليات ستبقى متواصلة حتى نزع كامل الأسلحة لهذه المجموعات الأحزاب الانفصالية الكردية التي تسميها طهران بالإرهابية. لأكثر من مرة تقول طهران من أنها دعت الحكومة في بغداد وكذلك المعنيين في كردستان إلى تجميد أعمال هذه المجموعات أو إنهاء تواجدهم تحديدا في هذه المناطق التي تعتبرها طهران لديهم تحركات تحديدا في المناطق الحدودية فيما يتعلق بإدخال أسلحة إلى الداخل الإيراني أو مد الداخل بمعلومات أو فيما يتعلق بحراكات أثارت من زعزعة وأمن واستقرار الداخل الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة. على هذا الصعيد أيضا هناك كانت العديد من الاعتقالات لوجوه بارزة في هذه الأحزاب من كوملا وبيجاك الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي تريد طهران التأكيد على هذا الصعيد من أنها على اعتبار أن هناك كانت مصادر مقربة من الحرس الثوري أشارت قبل قليل إلى أن كل من قتلوا خلال عمليات الاستهداف للحرس الثوري على مدى الأيام الماضية كانوا إما من ذوي الجنسيات الإيرانية أو جنسيات أجنبية، ولم يكن هناك أي مواطن عراقي، محاولة طهران التأكيد على حسن جوارها مع الجانب العراقي. ولكن في ذات الوقت تقول طهران آمل من أنه الدعوات أو التصريحات العراقية لا تخدم المصالح الإيرانية تحديدا على الصعيد الأمني، إنما تريد تحركا على الأرض فيما يتعلق بإنهاء تواجد هذه المجموعات. ياسر مسعود من طهران وغسان خضر من أربيل، شكرا لكما.